كان موسيماني ومجلس اداره النادي الاهلي وخاصه السيد عبد الحفيظ كان ماشيين بخطين متوازيين رغم انشغالهم بالبطولات، لكن كمان التنظيم للسنه اللي جايه كان على المستوى الفني ماشي بخطوات جيده جدا، برجوع مش صفقات رجوع الاعاره بشكل كويس. كان ده بيتعرض من خلال من سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ، خمس لعيبه رجعوا، كمان في ثلاث صفقات اذا كان بنتكلم على بدري بنون على احمد بيكام وبنتكلم كمان على طاهر محمد طاهر. فالجزئيه دي تدي لحضرتك لو حددت مكان موسيماني بتديك السكاود وسكاود كبير ويسمح لك انك تبدا الدوري بشكل قوي. اسلحتي يعني كأسلحة لاعبين احنا مش اسلحه احنا داخلين في معارك، لا احنا داخلين في منافسه طبيعي. فاحنا رايحين في منافسات كلاعبين طبعا اصبح عنده قوه ضربه دلوقتي، اصبح عنده مجموعه لاعبين قادر ان هو يقدر يشكل منهم اي 11 لاعب وما يفكرش في اللي حصل له قبل كده في المواقف الصعبه سواء الاصابات القطريه او الكورونا اللعينه او رحيل البعض او رحيل لا يعني الرحيل ما بعتبرهوش نقص للنادي الاهلي. اي لاعب بص اي لاعب بيبعد عن النادي الاهلي رحيل وهو قادر انه يلعب او اعتزل النادي الاهلي ما بتخسرش، لازم يعني تبقى قاعده هي خساره للاعب مش للنادي اصلا يعني ما انا فما بعتبروش ان دي هزه للمدرب، لكن هزه المدرب ان واحد يجي له كورونا لان ده لاعب يعشق النادي الاهلي واتمنع بقدره الخالق او اصابه قدريه ان واحد يصيب اصابه قدريه او كارت غائر يعني حكم يظلمه بكارت اصفر او كارت احمر يمنعه ان هو يشارك في المباراه. الثلاث حاجات دولت هم اللي بيمنعوا اللاعب ده اللي بيتاثر بيه المدرب، وكلها ظروف عانى منها النادي الاهلي بس كل دي كان قادر في مش بايدين لا اداره الاهلي ولا الجهاز الفني ولا الاداري ولا باي حد ولا الكابتن سيد عبد الحفيظ ولا اي الناس دول صح. طب انا اروح ليه بعيد واحنا بنتكلم اهو اما الاقي احنا ذكرنا الاقي واحد زي محمود متولي، طب ما دي احد النماذج اللي هي في النادي الاهلي مش بمزاجه ولا بمزاج النادي الاهلي اتحرم النادي الاهلي منه 8 شهور اصابه كبيره 8 شهور وبعدين هذا اللاعب فعلا يعني لما نقول بدري بنون جه من اللي هو صناع اللعب من الخلف مظبوط متولي نفس الشكل لو تلاحظوا محمود متولي هو نفس الشكل فموسيماني كان هيلاقي الحاجات دي ان يقدر فيها وعاوز برضه اطمن الجمهور والكابتن هاني طبعا عارف محمود متولي بالمناسبه قطع خطوات كبيره طبعا في رجوعه رجوعه وكان اختيار موفق له ان هو قال لك انا هعمل العمليه هنا مع الدكتور احمد عبد العزيز وهتعالج هنا وهكمل في مصر وهو دلوقتي مع احد افراد كتيبتك كابتن علاء شاكر طبعا وعلاء شاكر ده طبعا متميز الحقيقه عامل معاه شغل يعني واصرار اللعيب كمان كابتن هو نفسه فدي انا يمكن خرجت شويه عن ده بس انا عايز ادي نماذج للعيبه اللي هي بتحب النادي مش اللعيبه بقى اللي سابت النادي اللعيب اللي ساب النادي ده ما نذكروش لكن لعيب زي ده لازم اذكره واقول انه بيكافح وبيقاتل وبيروح يشارك معاهم وبيتمرن فاذا دي حاجه كويسه وبتبين للنادي الاهلي المعدن كمان يعني يعني انا بنقلها للجمهور الاهلي المسؤول الاهلي لان بشوف انا في الجيم بيشتغل ازاي فما شاء الله الاصابات القطريه دي ان شاء الله هترجع لنا وهيبقى قوه ضربه يعني فيه ان شاء الله.